السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نورتوني. كيف حالكم؟ إن شاء الله طيبين. الحين راح نصنع أنا وياكم أساور. طبعا راح نصنع اليوم ثلاثة أساور، أساور الصداقة. أنا وصديقتي سالي وصديقتي رواسي، كل واحد كده بسوي سوارة قطع بعدين الحرف. عندي R را رواسي، سي سالي، ام مياسة، كل واحد يحطه. وانا سويت واحدة سابقا هذولي، شو رايكم فيها؟ هذه مرة من زمان، وهذه شوفوا حطيت هنا شكل، طيب ايه حطيت شكل هنا من وراء هذولي الدبيات كبيرات. الحين راح اعرفكم على الادوات. اول شيء هذه زبالة صغيرة احط بها الاشياء اللي ما احتاجها، وهذا المقاس، مقاس على شكل القلب، قلب اللي يعطيني احلى لايك واشتراك. وهذه طبعا استخدمها علشان شوفوا افتحها واحطها للخيط هنا عشان ما يطيحن بالفتحة الثانية. عندي من النوع الابيض ومن النوع الوردي، بس الوردي لا خلص الابيض ان شاء الله. ويلا خليكم في الفيديو. بس قبل ما نبدأ الفيديو، انتم تعرفون صح؟ تعرفوا ليش بقول ابغى احلى لايك واحلى سبسكرايب على اشتراك. الحين راح نبدأ مثال الأساور. أول شيء خلينا نبدأ بسوارة مياسة. بجيب المغاط هذا الحبل، وشوفوا شو طوله، بسم الله. لحظة بس أشوف مقاس. إيه زين، عشان بعد تربطوني. طيب أول شيء نبي نبدأ نحط واحدة كبيرة، هذه في ثلاثة كبار، واحد اثنين، لا اثنين، نبغى انا ابغاها ثلاثة نفس الشيء. خلنا نجيب بينك كبير، وردي كبير، وينه؟ ارهجي دن. طيب انا بنحط اول شيء، بعطيكم الفكرة، انا بنحط اول شيء وقف، نبي نحط، شفتم هذه الكوارب؟ نبي نحط منها أول شيء ثلاثة ورا بعض، نبي نحط فاصل مثلا بهذه الشفافية. طيب بعدين نبي نحط زيادة فاصل بس لون أزرق نفسهن، لون أزرق. وبعدين نبي نكمل الطريقة لما نوصل عند الوسط، بعدين نحط الشكل الحرف وردي. شوفوا يعني زي كذا، شفتم ثلاثة. ثم نبي نحط هنا شيء فاصل، لأن أزرق نفس اللون أزرق، بعدين وردي، وهكذا لما وصلنا المنتصف نحط الحرف وهكذا. يلا بسم الله. وممكن أحط مع الحرف شكل زي هذه النجمة، مثلا نجمة تبتسم. طبعا هذه شريتها من ميفك، شوفوا زي كذا، هذا الفاصل تشوفونه، هذا هو. اوكي شوفوا كملت هذا الجزء الثلاث، ما بحط فاصل. اي معي ازرق الحمد لله، الفاصل مره كثير. اذكر ذاك المره كنا محاطين فواصل، بعدين شارينا نحن مدري صانعينهن فواصل، بعدين حاطين اسمنا ام و ان نوت، وانا بس طريق ولا جندي. حطينا الحرف الام، مش الحرف الام، حطينا الحرف الام، الحرف حق، لا ما اعرف وش الحرف الام، صح علي ولا الحرف الام ما اعرف. وي شوفوا لحد الان ايش كملت، لا تدورين مره حلوه، بس بنشري هذا احسه ان شاء الله اذا رجعت المدارس اعطي رواسي وسالي ان شاء الله. طبعا ما راح البس سوارة الصداقة هذه الا في المدارس. خلينا نجهز السي برا هنا، كوني مؤدبة لا تسوي مشاكل. والار وين؟ اتوقع جدة. ار 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 اوه هذه ار، شفتها؟ لا بي، وين الار؟ اتوقع ما عندي ار، كان اتخيل
ما ادري بس ندور. شوف ايش كمان الحين بكمل هذا اللي فوق نفس اللي تحت وهذا بعدين. بس شوفوا الواصل هذه مره تعبتني مره حق اللي يدخل مره صغير. المهم نجيب فاصل ثاني. الله يرحمنا بس قل هو الله واحد. وقت هذه واحدة الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ايوه الحمد لله. اتوقع ما حيكفي ناظر المسافة اللي هنا الصغيرة. ممكن راح افسح هذا اذا ما كفى ما ندري الله اعلم. لحظة ما تجي لازم انكس من يما لازم احط فوق شيء. تعالي يا مطا يما تعالي يا مطايرة اضغطي عليها. ايوه نحتاج مسافة اكبر يما. لا انفك هذا. لا 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 اشوى بس ولا كان كل هذا راح على الفاضي. شويات وارجع اقول ماما امي تسويها. لا مو امي وفات يوب راح اخليها تسويها. اوه شوفوا الام ما ادري مو واضح. بروح اقول ماما تربطه واجي. وجيت ماما ربطتها بس شوي شو اسمه نقصنا عشان يعني كبيره كانت. وهذه الام طبعا ليه احنا بنقص الزايد من عندنا ونبدا سواره مين خلينا نقول سالي عشان هنا السي قاعده. يلا خلصنا من الام. يلا اللي بعده خلينا نبدا ونقول بسم الله. لا الله يلا نبي نسوي سي 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 مشكلتنا الآن خاطر موجودة. مو موجودة الآن للأسف. تشوف لو نوت عندها بعد شوي خلصنا. يلا للأسف إنه أرض ما عندي فممكن نشتري. طلع بدل الأرض في بي فممكن أشتري أنا ثانية أكبر منها وأحسن منها من شيء ولا مي في كذا لقينا ثانية نزلوا. إن شاء الله أسوي الرواتب إن شاء الله. فيلا خلينا نكمل حقت سالي. شوف إيش كملت. سالي تحب الوردي فجبت وردي أكثر شيء صغير 5 بعدين كبير بعدين 3 فاصلات ثمان كبير بعدين صغير وردي 8.1 ثمان سي. وانتهت سوارة سالي. راح أخلي يومي تربطها. وجيت وطبعا هذه سوارة سالي خلصنا. بس يوم وريت أمي طلعت مو سوارة أكيد فقللتها طلعنا حبيبات. شوف هذه حطيناها بالبصل بس الحين بنقصها زايد وبختم لكم. شوفوا ام وسي. وهذه ممكن اعطيها سالي قصيرة واسي افكها واحط الارض واسكرها واربطها. ما ادري شوفوا كل السوارات. وقبل ما تطلعون من الفيديو لا تنسون احلى لايك مثل احلى سوارة واحلى سبسكرايب تفعيل الجرس قلتوا عشان الظاهر ما يبلش له واحلى اشتراك في القناة. واذا انتم كنتم بس تعرفون عن قناة شفاء يوتيوب علموا اخوانكم اصدقائكم اقاربكم علشان بعدين تكبر القناة.
يلا مع السلامة، أشوفكم في فيديو جديد إن شاء الله.